السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. قبل ما نتعرفوا على وصفتنا لنهار اليوم، اول شيء حبيت نقولكم ولا حبيت نقول الناس اللي راهم صايمين ايام البيض، صيام مقبول ان شاء الله. هادوهم اطباقنا لنهار اليوم اللي حضرتهم في اول يوم من صيام ايام البيضه. حضرت معكم البراك وشوربه فريك، المشرمله تاع الكبده، كسرت المطلع، وايضا سلطه مع العصير، وايضا الحليب والتمر لكسر الصيام. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. اول شيء قمت بتحضير شوربه الفريك اللي بديت حطيت فيها الزبده، الزيت، حبه بصل، حبه طماطم يكونوا مربيين، زوج مغارف كبار تاع طماطم علب، ملح، توابل، دجاج، معدنوس والكرافس والفريك. حطيت الكل يطيب جيدا. هذا هو الفريك بعد ما طاب معانا. دوكا نروحوا نجوزوا لتحضير البوراك. البوراك هنا كما راكم تشوفوا راني استعملت صدر الدجاج مع التوابل، حطيته يتقلى. التوابل راني ذكرتها لكم. ايضا نحتاج الى حبه طماطم مقطعه، حبه بصل مقطعه، البيض، بطاطا مسلوقه، وايضا الى دجاج اللي كنت حضرته من قبل، وقطع من الفلفل الحار والفرماج والديول ما نساهمش. ايضا هنا راني حطيتهم يتقلاو. دوكا نروحو لطريقه تحضير المشرمله. المشرمله الكبده نحتاج الى حبه كبيره تاع طماطم تكون مرابيه، ربع سنينه الثوم، الكبده والمعدنوس للتزيين مع الملح والتوابل. انا هنا حطيت طماطم جيدا من جهه، وايضا قليت الكبده جيدا من جهه اخرى، ومن بعد حطيتهم مع بعضهم. يعني ضفت الطماطم الى الكبده وخليتهم يطيبوا جيدا لمده 15 دقيقه. هذه هما وصفتنا لنهار اليوم لاول يوم من صيام ايام البيض. ان شاء الله تنال اعجابكم هاد الوصفات. ما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنه وصيام مقبول ان شاء الله بالصحه والعافيه.